الا ما كنت حاضر. حنا يلاه جينا دابا شويه لقينا هاد الامواج هادو كسرات هاد المطعم هذا وهاد لي ريستو هنايا. شويه الرياح قويه كاينه هنا بالشاب لاكورنيش ديال عين الذياب. بهاد المناسبه هادي راك عارف نتوما بان اليوم ديال الذكرى ديال المولد النبوي، الناس بغاو يهبطوا تيشوفوا تيبغيو يدوروا تمشاو شويه تساراو، وكانت هاد المفاجاه هنا كيف تشوفوا معنا الامواج كسرات كل شيء. وهادشي اللي كاين حد الساعه. ما نكذب عليك الا قلت لك شي حاجه، انا ملي جيت وقفت بانوا لي المواج اللي كنتي تشوف دابا راه غادي يبانوا لك المواج هما اللي تيضربوا هنايا. دونك هذه كانت شي موجه يمكن قويه جابتها شي رياح قويه هي اللي خلفات وراها هاد الاشلاء هادي وهاد التجهيزات ديال اصحاب المقهى اللي تهرسوا ودكدكوا. وهادشي اللي كاين اخالي. خوتي البيضاويين والبيضاويات، واحد الظاهره ضربات في عين الذياب ما بين تروبيكانا وطايتي، هادو دي بيسين اللي معروفين راه دوبي اكس من هذا زمان قدام. ضربات واحد الظاهره بحال الشكل ديال التسونامي اللي كانت ضربات في الوقت ديالنا شبه ديالها ماشي بحالها، وانما خلفت واحد الخسائر كثيره في المحلات ديال الثالاسوثيرابي ودي كانابي دي باراسول اللي تقلعوا من بلاصتهم، خلفت خسائر كثيره. والغريب في الامر اللي استغربت ليه هو انه هذا الجو هذا الحمد لله ديال اليوم انه يوم ديني كيوحي لينا بالخروج بحال متنفس للعائلات والوليدات. سبحان الله كلهم لاحظوا هذه الظاهره هذه.